غضب واعتراض وامتعاض كبير من جماهير النوارس بشأن تلكؤ العمل في ملعب الزوراء الدولي. فلشوا ملعبنا وباقوا فلوسنا وراحوا. هسه هذا الملعب اليوم روح شوف اذا يشتغلوا لك اثنين بالملعب، انا ما انتبه. البارحه انا بالملعب، هم قالوا شهر الواحد يعني بدايه الشهر الثاني ينفتح الملعب، اذا انفتح منها سنه عاتبني. الملعب فارغ مصلح، يعني هالبنايه يجوز احسن من عنده. 4 سنوات اخذ منهم كلمه، اذا كمل عاتبني. يقول هذا مشجع الزوراء حجه صحيح. 4 سنوات لان انت قاعد تشوف ارضيه وتشوف مدرج، بس المرافقات الباقي كله بعده ما كامل. اللي يقول لك كامل 80% ما ادري شنو، هذا كله حكي كذب. هذا ملعب الزوراء صارت قصه مثل قصه والي حلب، سلب ونهب، وحلب الولايه حلب، وجا الوالي الجديد المحتسب نفس الحاله. الله لا يوفقه هذا وزير شباب الرياضه جعفر ذاك الكردي، فلا حسن قال له بدل لي خلي لي كراسي وغير الارضيه. هو راح هدمه ومن ذاك اليوم لهذا اليوم، ولهالسنه يكمل ولا السنه الجايه يكمل، ما اعرف شنو الغايه. بس وعود، بس وعود يا وزير يجي يطوعود، يا وزير يجي يطوعود. صدقني بعد سنتين ما يكمل الملعب، انا اقول لك الملعب بعد سنتين ما يكمل. احنا دخلنا بيه وشفناه من المستحيل يكمل بعد سنتين.